اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من كورس مونتاج الفيديو باستخدام برنامج دافنشي ريزولف. في هذه المحاضره راح نتناول موضوع مهم جدا في عمليات المونتاج، لا هو نعومه الحركه ايزي ان ايزي اوت. طبعا اذا اجينا ضفنا تكست، طبعا نصعد الى الاعلى، وطبعا راح نضيف الكتابه مثلا بهذه المنطقه. طبعا احنا في نافذه اديت، طيب، وطبعا راح نضيف ترانزيشن لهذا النص، مثلا من فيديو ترانزيشن ننزل انانا الى الاسفل مثلا بوش. راح نشوف آلية الظهور تكون مثلا بهذه هي الطريقة. طبعا نضغط على سبيس، نلاحظ النص يظهر جيد. ايضا بامكاننا نضيف مثلا ممكن سلايد للنهاية، نشوف شنو اللي راح يصير عندنا، يظهر ومن ثم يختفي. طيب راح ناخذ نسخة من هذا النص، كنترول سي كنترول في، راح نخلي بهذه المنطقة، وطبعا راح نصغره قليلا بس حتى نقارن نشوف هذا النص شنو راح يصير به. طبعا مثل ما نلاحظ نص يظهر بشكل بسيط. طيب راح اكبر شوية التايم لاين هذه الطريقة. إذا أجي أضغط على الترانزيشن هذا بحيث يكون باللون الأحمر، طبعا عندي هنا أنا مجموعة خيارات بنافذة إنسبكتر، في حال لو ما ظهرت يمكن إنه أظهر. أولا عندي هنا أنا الديوريشن، المدة، يعني هنا أنا بمكان ما واحد ثانية، ممكن يكون اثنين ثانية، ثلاثة ثانية، ممكن يكون أقل، بإمكان أتحكم بالقيمة اللي أريدها. طيب راح أخلي يعني واحد ثانية، لكن من هذه المنطقة نقدر نتحكم بقيمة الحركة. ايضا هنا عندنا بامكاننا نغير الترانزيشن، نختار الترانزيشن اللي نشوفه مناسب. هنا عندنا طبعا كولر بامكاننا انه نغير بها الالوان، وعندنا هنا طبعا بريسيت، عندنا يا اما يعني يكون من اليسار بوش من اليسار، يا اما بوش من اليمين. مثلا لو فرضا انا عندي نص عربي، اذا لاحظ انه راح يظهر من اليمين، او بامكاني انه بوش اب من الأعلى، أو مثلا داون إلى الأسفل مثل ما نلاحظ. طيب فإذا من البريسيت نقدر نتحكم باتجاه الحركة. طيب طبعا عندنا فذر، الفذر اللي هو التشتت، حاليا ما راح يعني نحكي بيها، راح نجي إلى الإيز. الإيز يعني إذا لاحظ إنه النص يظهر هنا أنا بشكل عادي، الإيز راح تضيف لي نعومة، راح تضيف لي انسيابية للحركة. طيب نجرب، مثلاً راح نختار إيزي إن أو إن أوت. طيب إذا لاحظ إنه الحركة، يعني إذا نشوف هنا الحركة شلون تصير، حركة عادية بنفس السرعة. هنا أنا إذا لاحظ هاي مثلا ان اوت، ممكن نختار ان جيد، اعتقد ان اوت اجمل. طيب ايضا عندنا هذا الترانزيشن ايضا بمجموعة من الخيارات، وطبعا تقريبا نفس الخيارات اللي يعني اختاريناها، ولكن نجي هنا الى الايز ان اوت، طبعا نختار ان اوت ونشوف الترانزيشن. إذا لاحظ هنا يكون أجمل، أسرع، يكون أسرع وبانسيابية. طيب يعني هسه إذا نجي نخليهن بآن واحد، أو ممكن نخليهن اثنين سوية بنفس الوقت، وطبعا واحد من الترانزيشنات راح نخليه بالأعلى، مثلا هذا يكون بالأعلى. طيب راح نشوف الفرق ما بين الايزي ان واللي بدون ايزي ان. اللي بي ايزي ان اذا لاحظ طبعا اللي بالاسفل بدون ايزي ان، اللي بالاعلى اللي هو بي ايزي ان. إذا لاحظ الإيزي إن يعطيني نعومة للحركة. طيب
راح ناخذ تطبيق اخر واللي هي حركه شيك. طيب طبعا راح نجي الى تايتل وراح نضيف تكست. هذه هي الطريقه. طبعا تكست راح نضيف بولد. هذه الطريقه. طيب الان راح نجي نضغط كليك ايمن على النص ونختار نيو كومبوند كليب وطبعا كرييت. طيب بعد ما حولنا نيو كومبوند كليب طبعا نجي الى التاثيرات اللي هي اوبن افكس وننزل الى الاسفل. عندنا هنا التاثير اللي هو كاميرا شيك. طبعا راح اضيفه الى النص بهذه هي الطريقه. الاحظ انه تاثير النص يكون متحرك وملفت للنظر. طبعا موضوع الايزي ان ايزي اوت من المواضيع المهمه وضروري انه نضيف ايزي ان ايزي اوت الى الحركات. نلتقيكم في محاضره قادمه باذنه تعالى.